أجدد لكم التحية. وقع انفجار كبير في العاصمة اليمنية صنعاء، هو الأعنف والأقوى منذ بدء عمليات عاصفة الحزمة، ويعتقد أنه وقع في معسكر الصواريخ بفج عطانة، ويرجح أن يكون هذا الانفجار ناجما عن قصف بالطائرات بقنابل مخصصة لتدمير التحصينات أو صواريخ كروز. من ناحية أخرى، شن الطيران غارات على تجمعات للحوثيين في مدينة يريم بمحافظة أب وسط البلاد، كما قتل 13 مسلحا حوثيا في هجوم شنته قوات المقاومة الشعبية على منزل كان يتحصن فيه الحوثيون في مناطق الجليلة شمال شرق مدينة الضالع الواقعة جنوبي اليمن. عززت وزارة الداخلية السعودية الإجراءات الأمنية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت النفطية معلنة حالة التأهب. المتحدث باسم الداخلية السعودية أفاد بتلقي معلومات مسبقة حول استهداف محتمل يشنه متشددون لهذه المنشآت خصوصا في الرياض. هدانت رئاسة الجمهورية بالشدة ما أعلنت عنه وسائل الإعلام من حادث إرهابي غاشم راح ضحيته مواطنون إثيوبيون أبرياء على يد تنظيم داعش الإرهابية. وأكد البيان أن الرئاسة تؤكد مساندتها ووقوفها إلى جانب إثيوبيا الشقيقة في هذا الظرف الدقيق حال التحقق من وقوعه. كما تشدد مصر مجددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. من جهتها، أكدت إثيوبيا مقتل 30 شخصا من مواطنيها على يد تنظيم داعش في ليبيا، مضيفة أنها تعمل الآن على تحديد هوية الضحايا. كان التنظيم المتطرف قد بث أمس فيديو على الإنترنت يظهر إعدام إثيوبيين مسيحيين بفصل رؤوسهم عن أجسادهم ورميا بالرصاص بعدما رفضوا دفع الجزية أو اعتناق الإسلام. أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناندينو ليون أن طرفي النزاع الليبي توافقوا على نحو 80% من مسودة الأمم المتحدة المطروحة للنقاش، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع. يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات الدائرة في طرابلس وبنغازي. تسمع لحوارهم الوطني في المغرب تصدق، ترى معاركهم على الأرض تستعجب. إنه حال الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليا في طبرق مع حزب المؤتمر الوطني المنتهت ولايته والمؤسسي لبرلمان طرابلس المعارض لمثيله في الشرق. مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون يقول إن طرفي النزاع توافقوا على 80% من مسودة الأمم المتحدة التي تنهي صراعا طويلا بدأ الصيف الماضي ولم تهدأ وتيرته ولو ليوم. أستطيع أن أقول لكم أنه لدينا مسودة أقرب إلى الحل الشامل. هناك ما يقارب من 80% من النقاط الخلافية قد تم الاتفاق عليها. هناك عناصر لا يزال الخلاف حولها، ربما قد يتم الاتفاق عليها بعد عودة الأطراف إلى ليبيا ثم العودة إلى هنا في الأيام القليلة القادمة. دون شك أن هناك ما يدفع للتفاؤل، وإن كنت لا أحرص على الحقيقة على نضع نسبة مئوية محددة، ولكن النسبة عالية بدون تأكيد. أنا أعتقد خلونا نترك بس الفرصة لنستلم الوثيقة بصيغتها المعدلة، وبعد ذلك سنؤكد ما هي النسبة التي نتوصلها، ولكن بشكل عام هناك كثير من الأمل. ليون يقول إن اجتماعات مدينة السخيرات بالمغرب ناقشت في ختام جولتها الرابعة الإجراءات الأمنية ومعايير الحكومة الوطنية الجديدة التي يشارك فيها جميع الأطراف بما فيها الأحزاب التي لم تحصد مقاعد في البرلمان المنتخب، ولا يبقى سوى تحديد اختصاصات السلطة التشريعية. الحوار المتنقل من جنيف للمغرب مرورا بالجزائر وتونس بمشاركين وأجندة مختلفة ليس أمامه وقت، وإلا ستصبح ليبيا بلا كيان تشريعي. فما هي إلا 5 أشهر وتنتهي الدورة البرلمانية المنتخبة في أغسطس الماضي. الانفراجات السياسية تتناقض مع المعارك على الأرض وسط حوادث القتل والتشريد التي تشهدها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين. تاجوراء.
بوابة طرابلس الشرقية ومدينة فشلوم قلب العاصمة شهدتا معارك عنيفة وسط هجوم لقوات فجر ليبيا التابعة للحكومة المعارضة بأكثر من 70 سيارة عسكرية. الجيش الوطني من جانبه يحاول الآن تأكيد شرعيته بالسيطرة على العاصمة طرابلس من خلال فتح جبهات للقتال في جنوب وغرب العاصمة، ولا يزال يحقق الجيش نجاحات على الأرض. التناحر على السلطة سمح لتنظيم داعش بأن يضع بصمته على المشهد، فاشتبك بالأسلحة الثقيلة مع عناصر فجر ليبيا وأنصار الشريعة في بنغازي وسرت بعدما ضيق الجيش الليبي الخناق على المسلحين المتشددين في المدينة. شيرين مجدي، النهار اليوم. وفي تصريح خاص للنهار اليوم أكدت السفيرة أحلام أبو زيد القنصل السوداني في أسوان أن عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن حصول الرئيس عمر حسن البشير على نسبة 89.1% من مجموع الأصوات بالقنصلية، والتي بلغ عددها 238 صوتا، بينما حصل حزبه المؤتمر الوطني على نسبة 87.3% في منافسات قائمة الأحزاب. 30 ناخب بنسبة بلغت 59.1%. تم الاختراع على 3 بطاقات في صندوقين، البطاقة الأولى خاصة بالرئاسة حيث حصل حزب المؤتمر الوطني على أعلى الأصوات للمرشح عمر حسن أحمد البشير وبنسبة بلغت 98.6%، تليها قائمة المرأة حيث حصل أيضا حزب المؤتمر الوطني على نسبة 90.5%. أعلنت شرطة جوهانسبرغ اليوم القبض على أكثر من 300 يشتبه في تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها مدينة دربان ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، والتي أسفر عنها سقوط 6 قتلى على الأقل، بالإضافة إلى حرق ونهب عشرات الشركات والمكاتب المملوكة لمهاجرين أجانب. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بغرق أكثر من 300 مهاجر في مياه البحر المتوسط قرابة السواحل اليونانية، الواقعة هي الأحدث من سلسلة غرق مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين سعين لحياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط. الفاجعة أسبابها وآثارها في تقرير الزميلة حلا عبد المقصود. فروا من الموت قتلا أو فقرا إلى مصير مجهول، فقتل بعضهم غرقا ومن بقي ألقى به اليم لضفته الأخرى. جمعهم مصير واحد لم يكن بالضرورة الوطن أو الدين جزءا منه، مصير أساسه الفرار من حرب أو فقر أو مرض. كوارث البحر تلك كان آخرها انقلاب سفينة تقل ما يزيد على 700 شخص قبالة السواحل الليبية، والتي ستكون الأسوأ في المتوسط إذا تأكد مقتل جميع الركاب. تقول الإحصاءات الرسمية أن عدد ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية تضاعف هذا العام 5 مرات عن الأعوام السابقة، فالسلطات الإيطالية وحدها أنقذت 11,000 مهاجر خلال أسبوع، في حين قالت إن قرابة 2,000 لم يحالفهم الحظ فماتوا غرقا. أكثر من 1,000 غريق في أسبوع واحد، وغالبيتهم من شواطئ ليبيا إلى أوروبا. المناشدات الدولية انطلقت لوضع حل لأزمة مستمرة لم تعد تجدي فيها لا إجراءات ولا قوانين تسنها دول لا تنظر لضحايا غيرها بعين الاعتبار. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المتضرر الأول كما يصف نفسه يجتمعون في لوكسمبورغ لبحث أزمة وضعتهم فيها الجغرافيا ليكونوا ملاذا آمنا للقادمين من ضفة المتوسط الجنوبية. دعوني أقول أن الموضوع الأساسي الآن هو بناء حس بالمسؤولية جماعي أوروبي بشأن ما يحدث في البحر المتوسط، مع العلم بأننا لا نملك حلا سهلا أو سحريا، لكن مع ذلك فإن علينا تحمل المسؤولية معا كأوروبيين وبطريقة واضحة ومستمرة. تعددت أسباب الغرق والمصير واحد، البعض غرقت سفينته بسبب حمولة زائدة، وآخرون كان الطقس السيء وراء انقلاب مراكبهم. أما الأكثر بشاعة فهو إقدام مهربين على إلقاء مهاجرين
دفعهم الفقر للجوء من البر إلى البحر، جنة وعدهم بها سماسرة البشر، وانتهت جحيما لا يعرف متى ولا من يغلق أبوابه. حلا عبد المقصود، النهار اليوم.